يقول السائل: إن والده قد هجر أمه منذ 4 سنوات، سؤاله: هل تطلق أمه بسبب هذا الهجران؟ نعم. يقول: إن والده قد هجر أمه منذ 4 سنوات، سؤاله: هل تطلق أمه بسبب هذا الهجران من أبيه؟ لا تطلق إلا بالطلاق، إذا أصدر عليها الطلاق فهذا ينظر فيه، إن كان إنه عاقل أو حاضر الذهن أو غير معذور وغير مكره ينظر فيه، هذا يرفع أمره إلى المحكمة. نعم.